خدي لي هذا، شنو؟ خدي لي هاي، اشتري لي ايفون غالي. الا خديتي هذا ما غنمشيش للفلبين. صح. الا شنو شنو بان لك تمشي للفلبين ولا تاخدي هذا؟ غنمشي للفلبين. مشي للفلبين الا حطيه. مسكينه. السلام عليكم، كي راكم بخير؟ نتمنى ان تكونوا كاملين بخيرين وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. المهم لانيا هي معنا وسيدي يوسف حتى هو ها هو كاين وليلى. المهم الاخوان اليوم لاني قال لك سيدي عيات، بغات انها تبدل شويه الروتين ديال الدار. دائما يعني فطر في الدار فطر في الدار، الكوزينه الروينه كتبدا الشقا من جوج كتسالي حتى حتى المغرب وهي غير التحضيرات. وانتم كتشوفوا قال لك هي كتشهى واي حاجه شافتها في اليوتيوب كتبغي تطبقها وكتبغي تشاركها معكم. والمهم حتى عيات وتهتات كيف ما كنقولوا. ودابا راه قال لك سيدي انا بغيت نخرج نفطر على برا، بغيت هاد النهار نرتاحو ونروحو، ما نسلم واعن ما نطيب ما حتى شي حاجه. ومهم هي هادي بديت كنفكر مع راسي كنقول فين غنمشيو نفطرو، فين غنمشيو نفطرو، فين غنمشيو نفطرو. طاحت واحد الفكره على انني نمشي نشوف ماكدون هي اللي كاينه، واخا ما عرفناش حتى الماكله ديالهم كيفاش دايره، ديجا كلينا فيها ولكن حاليا في الفطور ما عرفناش شنو دايرين في الفطور. وهذا المهم الا كانوا هذاك الشاندويتشات وهذا ما تماش الحريره ما يمكنش يديرها لك في ماكدون. ديري شي هكا بس تبانين. انت راه كانت كتبان. لا انت يلا قولي شنو. ايوا خاتي هذا الشيء قولي بعدا محمد. ناس كيقول لك في الطريق مارك سخفانة في الصيام ما تتحضري والو. كنت كيشوفوني ما بقاش كنهضر الصيام. لك واش سخفت؟ بس شوفي بغيت نسولكم، يعني كاينه واحده قال لي في الطالق يعني كان طيب زعما شي حاجه طاجين هكا كندير طومه في الماكله زعما، وكيقولوا هذاك شي مقرو خصوصا اذا كتمشي للمسجد. هذاك راه اللي كياكل الثومه خضراء ولا اللي كيبقى كيضرب فيها حتى كيضرب نعم سيدي يعني الثومه بزاف، ولا واحد غيحط يدير الراس ديال حبه ولا جوج ديال الريوس ويخلطها مع الماكله. انت راه براسك انت ما كتنسمهاش، انت اللي كتاكلها ما كتحش بها، كيفاش يدير واحد اخر غادي يشمها فيك؟ مقرو كيقولوا مقرو الله اعلم. صافي يلا وهي اللي مكروها البصله وسميتو راه ابار 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 رمضان. يلا بديتي كتاكل فيها بزاف والريحه ديالك كتعطعط فيها، حتى بس لا ريحه مجهده ما كتعطعط فيها، راه غير رمضان راه ما مزيانش. انت كتصلح حدا شي واحد راه كتقهرو. على زعما حتى كتجر رمضان زعما، على زعما حتى بالضبط في رمضان يعني من غير رمضان بلاد ما كيصليش ما يمكنش. انت راه بديتي كتاكل بصله 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 خضراء ولا شي حاجه ولا الثومه خضراء راه تكون فيك الريحه، ولا كثرتي فيها بديتي كتحرقها وكثرتي راه تكون الريحه. يلا الاخوان خليكم معايا الاخوان، وصلنا روطار هادشي دابا تقريبا ب 20 دقيقه باش فطروا عباد الله، حنا مازال ما فطرناش. يا نزلي يا لاني نزلي نزلي زرتك فين خرجتنا. يلا نزلي احنا وصلنا هنا الماكدة. عرفتي محمد؟ عرفتي شحال ضختي بقيت كنجري في الطريق. الله حضر السلامة وصافي، كان الحمد لله كان الطريق خاوية وبقيت كنكعطش شوية. يلا نمشي سير الجرحي بس المقار. لا غير الله راه ادانا لان الناس راه كيفطروا لداخل. جاك البرد؟ احنا نمشيو لداخل راه سخونه لداخل. جانا الفلبين. المهم حنا دخلنا لقينا مساكن هذوك الناس اللي كيسربيو، لقيناهم كيفطروا وخا كاينه سرباونا وعطاونا داكشي اللي خاصنا. المهم الاجواء كيفاش دايره سيدي يوسف؟ ها هو هنايا يوسف. يوسف هلاو هلاو انت يوسف، غادي نحطو له ياكل. والله ني راه ضمنطات لنا شنو خاصنا ناكلو. بس ما كاينش وليلى، ما كاينش هذا ديال الفياز، هذا ديال الجهاز. توحش هذا الجوع، توحش هذا الجوع. عندك بنتي دايره في فمو؟ لا
ليلى عندك بنتي يدير فمو السواس بحال دابا تحس راسك في دي توريست تحس راسك انك من دولة اخر راك توريست ايوه عرفتي كانت طيباتنا هاد الماكلة هاذيك كنا كرهناها في الفلبين علاش لان كنا كناكلوها غير هي نهار اللي كنا وقعنا داك المشكل وكنا ملاوحين تما في مانيلا يعني كل نهار جاليبي ماكدونالد كنا ديك تي اف سي شنو سميتها جالبي لا في اكسي ولا سميتها في اف سي هي هذيك حتى هذيك طلعتنا في الراس دابا بحال توحشنا داك الاجواء حنا جينا لهنا والله الا كحسينا راسنا رانا في الفلبين هذه لو كان جبتي عصا وهاد الطعم اييه بابا طالع هذا ليلى الفنانه ليلى ما طيحش في حوايجك ما طيحش في حوايجك ابنتي هذا الجاده. واش كان لالاني كي جاتك شبعتي بعدا ولا غير شويه؟ ما عارف شو غادي نقول لكم. ما كاينش ما احسن من الماكله ديال الدار. ما كاينش احسن من الماكله ديال الدار اصلا اصلا بعدا زوينه بعدا لانه في الدار. زعنا في الدار هي سي تنشوف تناكل ولكن دابا حتى كنسخف هذاك الصحن ولكن دابا مزيان ولا مزيان واخا كاينه مزيان كتغير بعدا شويه ديال الاجواء وصافي صافي ما كاين لا مواعين ما كاين لا طميرات ما كاين لا شق صافي دابا غتاكلي وغتنوضي دابا غادي نوض وغادي ندور غادي ندور ان شاء الله لانه كاين شي شي صنطاله ليا بعدا بحال دابا خواتي عامر الدنيا كيفطروا الناس عامر الدنيا ما خرجناش كاع والله ما خرجنا كاع خواتي ما خرجنا من رمضان كنفطر يعني ما كندوروش فهمتي يعني صافي ودابا مزيان بعدا ندورو شي شويه في المكنس ياه مكنس مقدو ندورو بعدا ما عرفنا اصلا انت وريني فين غادي ندورو نمشي نشري شي صنداله وصافي وندوزو لشي بلاصه اللي لقينا شي بلاصه يلعبوا فيها الدراري وصافي ايس كريم بلاتي عرفتو اخواتي بهاس هذا واخا هذاك صحنا حنا الفلبين يعني طلعنا طلعت من راسنا يعني طلعنا راسنا هذاك ولكن صافي يعني مرة تنطوحس هذاك ساعة كان شم ريحة ديال المكدو ديال الفريد تشيكن لكن دابا صافي دابا ماشي يعني اخر مرة نمشيو مكدو يعني مرة 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 وبالنسبة للماكلة ديالهم راه بابا حلال بابا هذا المهم لا بنتي لا متعطيش المولاضة لا مش حلو فمه مش حلو فمه هذا حطنا الفريت كله لا هذا بحال هذاك ضروري هذاك شي واحد في الدار ما عندكش فين تحطيه يلا نمشي ولا نمشيو محل الطرق خاويه بعدا نمشيو بعدا باش نحب محل الطرق خاوي يلا يلا يوسف فون لا بابا ما هي بصوص علاش؟ صافي اما اسنين يلا واخر عايد يلا زيد زيد بابا سينوغو يوسف سي فون 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 بيسرق لي الايفون يوسف سي فون 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 بيسرق لي الايفون يوسف جاه البرد واقيلا حبيبي قبيله فكرتي انه ماشي هذا الطريق المهم حنا جينا مرجان تقضاو واحد الصنداله ونرجعوا بحالاتنا ليلى اجي يوسف انا يوسف راه تدير في الساعه ولدي يلا هز هز يلا امشي يوسف ها يوسف شو ليلى هبطيها
زيدي جلسي 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 طلعي طلعي الفوق طلعي دي هضلاني خلات ليلى موراها وليلى بقات حاصله تما ما عرفاش تنزل. لا انا بغى نهزها ما بغاش. طيحي وليلى هي جره لينا الكروسه والله اني خلاص كنا عولين على الصنداله جات بغات تاخذ شي حاجه هنايا. سيدي حياتي شحال زوينين فني غزالي. ايوا تا شوفي حبيبي هذا 49 درهم غزاله. شوفي شوفي حبيبي هذا اللي زوين 25 درهم. شنو الدريب هذا؟ دير اتاي دير قهوه هذا دير اتاي هذا مخطوط ديال اتاي غزالي فنا فنا غزالي وارد. شحال تمن؟ ها؟ قولي شحال تمن؟ هذا هو الثمن ديالو؟ وهذا شنو هذولي؟ 16000 درهم على حسب الجيجات كاين 128 جيجا دايره ب 16000 درهم وكاين 200 دايره 17. خديني هذا شنو؟ خدي لي ايفون غالي. دابا الا خديتي هذاك ما غنمشيش للفلبين. الا خديتي هذا ما غنمشيش للفلبين صح. الا شنو بان لك تمشي للفلبين ولا تاخدي هذا؟ غنمشي للفلبين. مشي للفلبين الا حطيه مسكينه. كلشي غالي ها؟ شنو قلتي؟ صافي ساعة تندور في مرجان ومازال ساعة وحنا كندورو مازال خاوية. أصلا راه كلشي عندنا راه ناخدو شي صندالة ولا بنتك شي حاجة عجبتك وصافي. شري ليوسف هاديك؟ لا ما كيبغيهاش يوسف عنده. يوسف مابقاش كيدير مرجان الصغير فيه الحوايج بزاف. كاينه شي حاجه اللي غاليه وكاين شي حاجه اللي كاين شي حاجه اللي رخيصه. هذا الطوب العبايات ولا في مرجان ولا هذا الطوب ديالو حرش مرطبش ديال الصباط هذا. لا دير ديال البطاطا. واش هاد دري بطاطا هذا ديال الصباط هذا؟ شنو البطاطا راني بطاطا وبصله صباط هذا ديال الصباط هذا خاص بالاحذيه. شي ديال الصباط. شحال تلقى حبيبي؟ البراوات الناضيين ها غطا هذا هذا زوينه بروات. ايه شبكيه حبيبي شبكيه. ما معسلاش مزيان الاخرى اللي معسله راه هي هذه اللي معسله وهذا هذا ما معسلش شبكيه. وين هذا شبكيه بقاي؟ او ديالي احسن ديالي احسن شبكيه ديالي ما فيهش. شوف شحال كيحسبوا لها 39 درهم. ماما فين قصات؟ شو زميتها؟ عاد شتا زميتها؟ المهم الاخوان حنايا دابا حنا طالعين بحالتنا صافي سالينا وجينا على قبل الصنداله يعني الصنداله ديالي باش نخش الصنداله السماطي ساعة ما خديناهاش وهراني شنو خدات يلا المهم مبقى لينا غنقول لكم الله يهنيكم والسلام عليكم وحتى نتشافوا ان شاء الله. المهم قبلوا علينا على هذا الفيديو خفيف بسيط متنساوش ديروا واحد لايك وشاركوا الا كنتو مازال ما شاركتوش والرأي ديالكم وهادشي اللي كاين. يلا الله نسلم على المشاهدين. عييت قلت انا عييت راه يوسف عيان شحال ولا غادي كنجري به. سلم على المشاهدين يلا خواتي نشوفكم ان شاء الله. يلا مع السلامه تعالى يلا الله يحفظكم. بالسلامه عليكم.